ماروكو الصغيرة هي سلسلة مانغا شوجو من مومورو ساكورا، تم تحويلها في وقت لاحق إلى سلسلة إنمي رسوم متحركة ياباني من إنتاج نيبون إنيميشن، والذي بث أصلا على تلفزيون فوجي من 7 يناير من عام 1990 إلى 27 من سبتمبر لعام 1992. المسلسل يصور يوميات الحياة البسيطة لفتاة صغيرة الملقبة بماروكو وأسرتها في ضاحية منتصف السبعينيات، وتحديدا في عام 1974 في اليابان. السلسلة عينت في مدينة شيميزو السابقة، والآن هي جزء من مدينة شيزوكا مسقط رأس مؤلفتها. عند عرضه نال المسلسل اهتمام المشاهدين العرب من مختلف الأقطار والأعمار. نشرت القصة الأولى تحت عنوان تشيبي ماروكو تشان في طبعة عام 1986 آب أغسطس من مجلة المانجا الشوجو. ظهرت قصص أخرى شبه سيرة ذاتية من قبل المؤلفة في الأصل في عام 1984 و 1985، وأدرجت أول تينكي بون في تشيبي ماروكو تشان في عام 1987. بدأت المؤلفة الكتابة وتقديم مدرجات في السنة النهائية من المرحلة الثانوية العليا، وعلى الرغم أن شويشا ناشر الأصل لم يقرر النشر حتى أكثر من سنة في وقت لاحق. كانت نية المؤلفة كتابة مقالات في شكل مانغا مستوحاة من قصص عن حوادث من حياة المؤلفة نفسها، وتقوم على بعض الشخصيات في عائلتها وأصدقائها. نبرة الحنين الصادقة والعميقة في قطاع أدى إلى تحولها شعبية بين جمهور أوسع. سلسلة تشيبي ماروكو تشان أنتجت العديد من الألعاب والإنمي والتسويق، فضلا عن السلسلة التلفزيونية الثانية التي بدأت من عام 1995 إلى الوقت الحاضر. أسلوب ماروكو ومواضيعها في بعض الأحيان تقارب سان الهزلي الكلاسيكي. في عام 1989 المانجا وصلت لتلقي جائزة كونداشا المانجا اعتبارا من عام 2006، والكميات التي تم جمعها من مانجا باعت أكثر من 31 مليون نسخة في اليابان، مما يجعله أفضل خامس مانجا مبيعا على الإطلاق. يصور المسلسل الحياة اليومية البسيطة للطفلة ماروكو مع عائلتها وأصدقائها في ضواحي إحدى مدن اليابان أواخر السبعينيات. ماروكو ابنة 9 سنوات نشأت في عائلة متوسطة الثراء تتألف من أبيها وأمها ربة البيت المثالية، وجدها الخرف، وجدتها المهووسة بصحتها، وأختها التي تكبرها بسنتين. تدرس ماروكو في المرحلة الابتدائية في المدرسة، وتحب بشغف المغنية اليابانية الشهيرة موموي ياماغوتشي، كما تحب قراءة المانجا غالبا ما يناديها أصدقاؤها بتشيبي ماروكو تشان، وذلك لصغر حجمها وعمرها. من أصدقائها المشهورين تامي صديقة ماروكو المقربة، ومارو الذي هو عريف الصف وعضو المجلس الطلابي الفخور، وميجاوا بالإضافة إلى الثلاثي هاناو وهاماسكي وسيكوغوتشي. رغم أن لدى ماروكو قلبا طيب، لكنها كسولة وتتأخر عن المدرسة، بينما أختها مرتبة وهادئة، لكن عليها أن تشارك ماروكو غرفتها. تستعمل ماروكو تعابير أكبر من سنها لتعبر عن أحاسيسها الطفولية. مسلسل ماروكو الصغيرة الذي بث من عام 1990 إلى عام 1992 عدد حلقاته 142، دبلج منها 64 حلقة فقط للعربية. مسلسل ماروكو الصغيرة الجزء الثاني من عام 1995 مستمر إلى الآن، لم يدبلج منه شيء. أنتج لماروكو فيلم إنمي في نهاية عام 1990، وأطلق على رأس سنة عام 1991. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.